الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته فاتقوه مرحبا ضيوفتن وناكسن سقوط من احتفال النبي عليه الصلاة والسلام دل شديسة والنبي قال خصوصا خصعة سقوط من أما اللي حلق دبال عن ربوه يتشوفنا شمت بقبال ضيوفتا يقبل كرا وقبل كي مرتغات كالحا اللي حلق دبال بقوة وفدنا مركا وحامنا الله إن أما النبع احتفال ليس بيما احتفال وعشر ومال ليس بيما احتفال هو اسلمات وين مال ليس بيما اما واحد ليس بيما وهي وقع لسنوي النبي عليه الصلاة والسلام بلا شديسي كون كان مبديا ومبيو ونبان انك وكفر ببيه هاي ومعنى يوم يولاي سبحانه وتعالى نور كاسيا رحمة عيا النعمة عس كون كاكيني وكان نعمة عقبرنا إلهي سبحانه وتعالى قومك كيني فرح عنك فرح سنعي تراتي بعض والذي فكفرين نقول كيني نمال أصبرك وأما سورة الفاتحة كتبت أنعمت عليهم مركبة معنين أيها أنعمت عليهم عن ذو معي وإجمال عيب عسي وحافة تفصيل ليس سورة النساء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقوة لأنه يقول نعمي إلهي وليه وعنه نعمي مجانا لأنه يقول نعمي عبدالله كوكا وأما بالنعمة ربك تحدث نعمة إلهي ونسيين نعمة كوين إليه تشرينين إنه كشيك إنه كفر عنا فعلا إنه يواب على إن عمره تحدث بأولي نعمة وين إلهي نسيي نعمة كوين بإليه تشرين إعطيه تشرين ميل مبدي وهم فولحن ليس قلتك لها الله عين نجيب بالي رسولك إن صلى الله عليه وسلم إن الكفر إحنا دل شيء ساعة وكذا النبي يتوكل ربيع الأول ربيع يتوكل بيشة ربيع الأول والله ربيع يتوكل بيشة سبعة كون أفر بغل أفرتني أفر أكون بيجان ما أنت سيد النبي وتر سنا ما أروح أرجعني يا وحن كفر أحسن هاي النبي عليه السلام دل شيء ساعة وكذا بيجان يهمني بحاله هاي وكله تعال كاي فرح عصا وحسابك كان من الأفاق شهيد كيوردن مركب مرحبا بالضيوف الكرام أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلينا أي مرتبة شرف ترى النبي مرتبة هو تعال النبي كان يوم سود وهذا مركب كوب وحنا سجلت ما بين كل كلفه إلى شن دولا فمرحبا بكم هذانا أيها الضيوف الكرام ضياف الرسول وأحبابه حلقة واحد إذن كان يمجر وعين نبي عليه الصلاة والسلام تعالى كيسا لكن إذن كحوة من طيب إذن كحوة ربما مع ذلك أتكتب هذا اللي سكتشوه ولو لغي عبادة دروفية وحيا ضيلة ترين لكن إذن ننكع بقاقي إبقوان كبقاتي أو بقاقي نبي عليه الصلاة والسلام تعالى كيسا ماشي حفلة له قوانين وكبقى بقاتيه كبرنا كلاين وحذرين ديرين ويجايسكم من منا برايا إلهي وحكا رجيننا سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله جعلكم وحنا قرايا نبغى ذاتي دي سينا جعلاته دعوة دي سينا جعلاته دين دي سجعلاته حديث كي سجعلاته قرآن كي سجعلاته سنة دي سجعلاته سمايسه ذاتا وذاتا سواء نعرفوك ونعرفك إن وحفظك قال الله نبينا عليه الصلاة والسلام مروا صوت قالونا يا عربي لما كسرون يا وحفظوا ما روينا انفروا وحا أمان أغفر أمبا وأن لسي ويقول إنين وأن لغانا هرين إن لو قلت دنبين إن إلهي هذا الكيس يا هوا إنك على خلق عظيم إنا وأبدرنا إسان ورقي عربي باركني ومن أدوات التوكيد وحوية حلال كالعاتكين أيوه يعني تعرفت بالأقل أميكا قفت منكر كأي هذا الكديد ما إنه اللي بريا قفت ذات الله الله يقار وقالي الدهني قار وحوية منكر قار ومتريد بالي لذا ننك مركو حلال كليه متر وركاو يعني إنه الله استعماله
ninkii waxba diidanayn ama shaki ku jiro waxoogaa waa laga fiican yahayba. Kaasuu ilaahay ka bilaabay waa innaka, haddana maxaa la yidhi lacalaa khuluqin, tawiintana waa alaab kale cadiim min nawaab ahee, tiini waliba uu garanayay khuluqdaas ilaahay cadiimka ah. Halkaa uu ilaahay ammaanta ku gaarsiiyey cid gaad siin kartaba ma jirto. Sidaa daraaddeed inagu aayadda inagoo ka dhuxulqaadanayna waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam ammaanayna. Nabigu calayhi salaatu wasalaam ee ninkii jeclaada ninkuu jeclaaba almaru macmaan xabuso maa ba rasuulka jeceshahay meel ogasha wanaagsan uu tagayaa mirtigiisa. Haddaad jeceshahayna raadkiisa waraad ku darmaysa. Wallaahi laa yuminu axadukum xataa aquula axabba ilayhi. Ilaahay wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu dhaaranayaa wallaahi laa yuminu, oo ku dhaarta inaydan iimaan ba yeelanaynina waxaad sheegaysaan waxba kaba jiraanu yahay ilaa ruux waliba uu iga jeclaado xataa eh maalkiisa iyo naftiisa iyo wax walbaba oo u jecel yahay. xataa aquula axabba ilayhi min nafsihi wa maalihi wa waladihi wannaasi ajmaciin. jacaylkuna calaamaad buu leeyahay, waan jeclahay un maaha. calaamaadka waxaa ka mid ah mana xabba shayan aksara min digri ruux hadduu shay jecel yahay maxaa lagu kartaa sheegsheegiisa badiya. nabi calayhi salaatu wasalaam codkiisa carabkiisa hadduu fadhiyo hadduu seexdo waa sheegiisa iyo carabkiisa ku badanaya, wuu cizaynayaa wuu weynaynayaa. nabi calayhi salaatu wasalaam waataa ku sheegay rabiiculawale u dhashay markii layidhaha ninkii ka naxaa iyo ninkii ku farxamay isku meel bay tegayaan kalaa waxashaa. sidaa daraaddeed culimadii ayaan ku soo dhawaynayaa akhyaarta ahayd iyagoon leeyahay taqabbal allahu minna wa minkum saalix alacmaal, camalkaa wanaagsan allah inaga aqbalo, allah inaga ajirsiyo, allah inagu jeclaado, roobna allah inagu siiyo, naxmad allah inagu siiyo, colaa abaar iyo sicirbar iyo waxaasaa jira waxaasoo dhan allah inaga saaro, qalbigeennana allah isku jeclaysiiyo. waa insha allahu tacaala qalbi saafiya intaan odhan oo isula timid iyo niyo saafiya iyo karaag dheer ay soo galeen wax wanaagsan weeye, wax ilaahay loogu xamdiyo weeye. marka culimadaygaana ka beenine inaan soo qayb soo dhaweeyo baan doonaye culimo allahi soo dhawaada oo soo dhawaada oo soo dhawaada jacaylka nabigeena kusoo dhawaada sala allahu calayhi wasalam. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.